جامعات المدينة أو ما يسمى بمعاهد المدينة هي منارات للعلم والتربية والتعليم الديني في كافة العلوم الإسلامية والشرعية، ينشرها مركز الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم، ويسعى من خلالها لتخريج الآلاف من الطلبة والدعاة سنويا بشتى أنواع العلوم. وتحقيقا لهذا المبدأ الهام، تم تنسيق صفوف وبرامج من أجل امتحان الطلبة للعام الدراسي 1442 للهجرة في مدينة كينيا بسريلانكا. وإليكم هذه اللقطة من تلك الأجواء. طلاب جامعة المدينة يواجهون الامتحان السنوي في قاعة الامتحانات مع مراعاة الأساتذة الكرام. أول يوم، يوم الامتحان، كان في كل صفوف الصف الأعلى هؤلاء الطلاب يكتبون الامتحان. وبفضل الله تعالى، هكذا دائما يسعى مركز الدعوة الإسلامية إلى توسيع وإنشاء مثل هذه الجامعات والمعاهد لتمتد إلى دول أخرى. نسأل الله تعالى التيسير والتوفيق والثبات لهم.